اذا مرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في. اليوم معنا سلوى بنت الشعب اللي كتقول انا هي ملكه الجمال ديال الصحراء المغربيه، واليوم بغات ترد على ملكه جمال اسفي غزلان شهبه. مرحبا بك يا سلوى. تحياتي لطاقم شوف تي في وتحياتي للناس داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. انا فعلا جيت اليوم تحت الاخت غزلان شهبه حيت سمعتها في واحد الفيديو كتقول باننا ناخذ تحدي بيناتنا على اساس ملكه الجمال يلبسوا اللبسه ديال روميو وجولييت الحبيبه ديالي. انا خديت معك تحدي فعلا، ولكن انا كنفتخر بالقفطان المغربي حيث اصلا انا مولوعه بالملكه الجمال وكنتابعهم ومن المساندات ديالهم في كل حفل وفي كل مكان كنكون معاهم، ولو في التليفون ما عنديش الامكانيات باش نحضر معاهم المهرجانات ديالهم ولا الحفلات ديالهم. كما كيعرفوا المغاربه خصكم فقيره على قدها، ولكن كنت كنتابعهم في التليفون كنتابعهم كنشوفهم كيلبسوا كاملين. اصلا كيكونوا معاهم ملكه الجمال خارج ارض الوطن وكيلبسوا القفطان المغربي. هنا انا اكيد القفطان المغربي كيعبر على التقاليد المغربيه الاصيله. اكيد اكيد القفطان المغربي راه كيتعترف به في جميع دول العالم، دول العالم في العالم باسره. واخا انت اليوم اختي سلوى بغيتي تقولي لغزلان الشهبه ملكه اسفي شنو بغيتي تقولها؟ يعني هي عبرت بطريقه او باخرى على ان القفطان المغربي ما كيعبرش المغاربه، يعني كمورود ثقافي كيبقى جيل بعد جيل. هادشي اللي بغيتي تقولي؟ لا ربما هي ما عرفاش، ربما ما قصداتش، ربما هي ما كتلبس الرومي ربما هي ما قصداتش، ربما هي حيت ما متبعاش الملكات ديال الجمال. هادشي علاش انا جيت اليوم خديت معها التحدي. بالعكس انا خديت معها التحدي ولبست القفطان ديالي، يعني بلاص ما غنلبسوا لبسه ديال روميو وجولييت حنا مغاربه لبست القفطان المغربي. واخا اختي سلوى انت اليوم كتشوفي راسك زوينه. اكيد اكيد، وانا نقول لكم واحد السر في حياتي، ما عمرني درت العرس وكنحس براسي بانني ملكه الجمال وبانني عروسه صراحه. واخا انت كتمني انك ديري عرس وقلتي لي انك شي نهار غادي ديريه في تريبورتو انت الزوج ديالك، علاش بالضبط غديري العرس ديالك في تريبورتو؟ حيت ما عنديش امكانيات، يعني غنديرو في العرس ديالي غندير العرس ديالي غنلبس لبسه ديال العروسه وغيديني راجلي في تريبورتر وغنمشيو لعين ديال. كتألمي كنحس بك. حيت ما عمرني يعني تزوجت المره الاولى وما درتش العرس، وتزوجت المره الثانيه راجلي فقير ما درتش العرس، وكنت كنتمنى حتى انا نشارك في لاله العروسه وناخذ لقب ديال لاله العروسه، ولكن ما كتبش وراجلي حتى هو ما كيساعدنيش ما كيحشم صافي هادشي اللي كاين. شنو هي مواصفات ملكات الجمال؟ ملكه الجمال يعني كتشوفي شي حمل وحده حنا كنشوفوها العالم كامل كيشوفها، وبزاف الحوايج ملكه الجمال كتعزل بزاف الحوايج بالروح بالقلب ديالها. يعني نقدر انا ندي ملكه الجمال بالقرايه ايضا اكيد، نقدر نديها بعيني، نقدر نديها بشعري، نقدر نديها بلابوش ديالي، نقدر نديها بالنب ديالي، نقدر نديها بالطوله ديالي. لكن مواصفات محدده كتختار يعني ملكه الجمال، ماشي اي وحده كتقول انا ملكه الجمال، يعني راه كتكون مسابقات، وخصوصا مؤخرا اللي كنشوفوا ظاهره انتشرت. انت كتعرفي اختي سلوى يعني اي وحده كتشوف راسها زوينه كتحس براسها كتشوف راسها في المرايه كتجي كتقول انا ملكه الجمال، شنو رايك؟ انا ما خرجتش وقلت ملكه الجمال الا عجبني راسي، انا ما غندويش على وحده اخرى يخرج الشغل وهذيك حياته هذيك، انا لا اتدخل في حياه الناس، يعني كندخل في حياتي ديالي الشخصيه. انا كنقول ملكه واخا حتي سلوى اختي يعني ماشي عمرك ما شاركتي في شي مسابقه وقلتي انا ملكه الجمال، باش عرفتي راسك ملكه الجمال وشكون اللي كيقول لك انت زوينه؟ كيعجبني راسي اول حاجه، كنعجب امي، كنعجب راجلي، كنعجب ولادي، تبارك الله عندي وليدات كلهم كيقولوا لي ماما صباح الخير الزوينه ديالنا اكثر من هادشي. يعني وليداتك كيقولوا لك تبارك الله كي زوينه. والشي كيمشي دابا ملي دخلت بحالكم وليداتي كلهم كيعنقوني وكلهم كيبوسوني وكلهم كيقولوا لي ماما فنه طلعتي فنه وطلعتي زوينه، وهذا شجعني باش نزيد نطلع معكم وباش عطاني واحد التشجيعات كثيره. واخا غادي ندخل واحد شويه في الحيتيات ديال
الزواج ديالك ماشي مشكل ياك. شنو اللي خلال يعني شنو كنشوف انك مثلا بزاف لصحاباتك كيقول لك شنو السر في التفاهم بينك وبين راجلك، مع العلم باش يعرفوا المشاهدين انك مطلقه عندك 5 الوليدات، تزوجتي مره اخرى بالزوج ديالك اللي هو حالي ولتي معاه 2 الوليدات، شنو السر ديال التفاهم بينك وبينه؟ التفاهم ديالنا الرحمه والموده والحب، حيت كلشي على الحب صراحه. الا ما كانش الحب راه ما كاين والو، ولا ما كانش التفاهم ما كاين والو. اكيد الاهتمام، حتى الاهتمام حتى هو كيلعب دور في حياه الانسان. نقدر نقول لكم هو كيهتم بيا بزاف، كيدير لي خاطري بزاف، ما كيبغينيش نتقلق بزاف، يعني بزاف د الحوايج كنديرهم انا ما كيعجبوش، ولكن مع ذلك كيصبر. وانا راجلي رانا خداني، ماشي خداني حيت انا زعما شي وحده اللي يعني اختار القلب ديالي، وفيه شي حوايج كيعجبوه. واخا واش انت اللي كبر منه ولا هو؟ لا قد حتى واحد ما كبر من واحد، حتى واحد ما كبر من واحد، قد هو زايد في شهر 7 وانا زايده في شهر 10. الله يخليكم بعضياتكم. امين حبيبه ديالي. واخا بالنسبه للقناه ديالك شنو الاسم ديالها؟ القناه ديالي اسم ديالها سلوى بنت الشعب، وكنتمنى المغاربه يطمنوا معايا ويدخلوا عندي القناه ديالي ويقبلوا عليها ويديروا لي الاشتراك واللايكات باش يطلع لي الفيديو ديالي، وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. سلوى سمعناك بانك كنتي باغا تكوني مغنيه، عطينا سمعينا شي اغنيه بالاختيار ديالك. بغيتي الصراحه خرج واحد الفيروس ديال كلشي كيغني، حتى انا بغيت نغني. ممكنش اي واحد يغني الا اللي كيكون عنده صوت. ولا هذوك اللي غناو احسن مني، ندى حس احسن مني، الملولي احسن مني، نزار احسن مني، هذوك احسن مني بحاجه وحده، عندهم المال، انا ما عنديش المال. انا هادشي ربما كامل كنديرو على قبل ولادي، على قبل بغيت سكنه، بغيت باش نعيش ولادي بخير، باش نقري ولادي القرايه اللي انا ما قريتهاش، الحاجه اللي ما وصلتهاش، انا بغيت نوصلها لوليداتي. هادشي علاش كندير هادشي كامل، فهمتيني اختي؟ هادشي علاش. شنو الطموح ديالك؟ الطموح ديالي والاول حاجه عندي هي يكون عندي واحد المقر، قبر الحياه، قبر الحياه. كاري اختي ب 34000 ريال، ب 34000 ريال، وما كاينش المدخول، هذا هو المشكل. وتبارك الله الوليدات ما شاء الله راك كما كتشوفيهم بالعينين ديالك، وكتشوفي الفقر اللي كنعيش. هذا الشيء علاش بغيت القناه ديالي تطلع، باش بشويه بشويه هذوك الفلوس اللي غنشد من القناه ديالي نجمعهم ونشري بهم سكينه لوليداتي، ما نكذبش عليكم. واخا اختي نختموا بالمقطع الغنائي اللي غادي تختاريه انت طبعا. اوكي. طول عمري بخاف من الحب وسرتي الحب وظلم الحب لكل أصحابه، وبعرف حكايات مليانة قاعات. طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق، ولا قلبي قد عذاب تغير كل حياتي ما عرفش ازاي. تبارك الله عليك اختي سلوى، شنو الكلمه الاخيره اللي تبغي توجه المشاهدين والمتابعين ديالك؟ كنقول لهم كنموت عليكم، وكنشكر الناس المحسنين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن اللي باقي مع سلوى ومساندين سلوى، وكنوجه التحيه للناس، الناس كلهم اللي عاونوني بالقليل بالكثير، بابوني بالسؤال اللي سولوا فيا بالدعوات، كنشكركم بزاف بزاف. كنقول لكم الله يخلي لكم وليداتكم، والله يحفظكم، وهذا الخير اللي كديروا فيا راه ما عمرني ما ننساه، وسلوى ما تبدلاتش باقا هي هي. اذا شكرا مره ثانيه اختي سلوى على حسن الاستضافه ديالك لينا. مرحبا بكم، اهلا بكم ان شاء الله. اذا متتبعي قناه شوف تي في، الى اللقاء.